لجنة التطبيع، لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي. تأسست اللجنة في كانون الأول العام 2012 بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، وألحقها بمنظمة التحرير الفلسطينية. يرأس اللجنة محمد المدني، وهو المساعد السابق للشهيد خليل الوزير أبو جهاد. تعمل لجنة التواصل على تعزيز العلاقات مع المجتمع الصهيوني بهدف صنع السلام. في أول اجتماع لها أقرت اللجنة توجيه دعوات للقاء قيادات الأحزاب الصهيونية، من أبرز مهامها تأمين زيارات وفود الصهاينة إلى مقر المقاطعة للقاء الرئيس عباس وقيادات أخرى. فكانت في من ضمن التوجهات أن نخاطب المجتمع الإسرائيلي، أن نتحدث مع المجتمع الإسرائيلي ليساهم ويؤثر على القرار في إسرائيل. لم تترك لجنة التواصل فرصة إلا واستغلتها للالتقاء بالتجمع الإسرائيلي، حتى وصلت للمشاركة في مؤتمرات الأمن القومي الصهيوني. من أبرز إنجازاتها التطبيعية مشاركة أحمد مجدلاني في مؤتمر هرتزيليا، تقديم واجب العزاء لعائلة الضابط الصهيوني منير عمار، مشاركة محمد المدني بمراسم دفن شمعون بيريس، المشاركة في مائدة إفطار رمضاني مع شخصيات صهيونية في يافا. ورغم موقف السلطة الرافض لصفقة القرن وقرار وقف التواصل مع الاحتلال، شارك أعضاء اللجنة في لقاء تطبيعي واسع في تل أبيب، كما نظمت اللجنة جولة سياحية لصحفيين صهاينة في رام الله مع محمود الهباش. لجنة المقاطعة BDS وصفت لجنة التواصل بأنها رأس حربة التطبيع، واعتبرتها الوجه الآخر للتنسيق الأمني. ورغم ميزانيتها الضخمة وتطبيعها المتواصل، فإن المجتمع الصهيوني يتجه أكثر نحو اليمين، في إشارة إلى الفشل المتواصل لقيادة السلطة في التطبيع ومشاريع الدولة المزعومة والعلاقات الدبلوماسية. أما نجاحها الوحيد فكان التنسيق الأمني بلا منازع.